كثير من الطحالب يمكن استخدامها بطريقة آمنة كمخصبات حيوية ولتقليل استخدام المخصبات الكيميائية، وما بتحتاجش في نموها لمواد معقدة، بل العكس تحتاج لأقل كميات بسيطة من بعض الأملاح، وهي بتقوم بتصنيع مادتها الغذائية وكمان بتقوم بتصنيع العديد من المواد المفيدة للنبات والطب. فيما يرتبط بالجانب التوعوي، حرص الكرسي على أن يكون هناك عيادة استشارية إلكترونية فيما يرتبط بالأمن الغذائي. أيضاً كانت هناك لدينا برنامج تأهيلي ضمن عدد من القطاعات على مستوى الوطني أو على مستوى الإقليمي. كانت أيضاً هناك حملة توعوية مرتبطة بموضوع وهدف الكرسي وهو الأمن الغذائي. هذه أبرز الأنشطة التي استطعنا عملها كجزء من الكرسي بنك البلاد للأمن الغذائي. طيب إحنا ليه بنقول ده وده له أهمية عندنا؟ لأن ربنا بدينا فعلاً الثروة دي أوريدي موجودة بكميات كبيرة، وكتير من البلاد بتستغلها، سواء الطحالب الكبيرة أو الطحالب الدقيقة. وزي ما قلت الدقيقة مثلاً اللي قدامنا دي، وهي في الحالة العادية جداً أنا ممكن أحطها في بركة تسميد عادية وسيبها تنمو، هي هتكتر بطبيعتها وهتقدر إن هي تدخل مع النباتات وتفيده. يعني أنا بعتبر الطحالب دي هدية سماوية ربنا مديها لنا، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بس نحسن استغلالها ونحسن التعامل معها.